لحتى نتابع عالم الصباح لليوم، اكيد كلكم ناطرين الشيف شادي هلا حتى يعطيكم تفاصيل عن الاطباق يلي سبق وعرفكم عليها. انما انا بالاول بدي ارجع اتوقف عن موضوع السعاده يلي بعده عم ياخذ هيك جدل مهضوم، وقديش كل واحد بيتعامل مع هالموضوع بحياته اليوميه. هلا بالعموميات الوطن والعيله والصحه والله وكل هالامور هيدي طبعا ضروري تكون موجوده بحياتنا لنشعر بالسعاده. بالتفاصيل اكثر في حدا بعت لنا عن جد هيك علومية إذا بدكم مهضومة، إنه كل يوم في ليستا وآخر النهار شو عملنا من هالليستا بيكون في دوز للسعادة. إذا شغلتين بس خلصوا منيح بتكون الدوز صغيرة، إذا عملنا 10 من الليستا اللي كنا حاطينها فإذا السعادة بتكون كلها موجودة. كمان يمكن هاي طريقة لحتى نعرف كيف مرق النهار إيه أما لا. إنما في كتار كمان بيعتين إنه بس يكونوا عم بيتابعوا الشيف شادي ويحسوا هيك الألوان والمأكولات اللي عم تطلع بشكل كثير شهي، كمان على الفيسبوك اذا عندك وقت تقرا وين مكتوبه. اذا رح ننتقل لعند الشيف شادي مع رشه ملح. احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بنص ساعه حلوين سوا نتعرف على اشياء كثيره، بس عنوان الحلقه هي البصاره. اوكي حكينا عنها باول خمس دقائق وبتاني خمس دقائق وهلا بدنا نرجع نحكي عنها، بس هلا بدنا نحكي عنها بسرعة وبعدين ننتقل للموزات اللي بدنا نعملهم مع الرز وكمان مع الفول كمان المجروش، وبعدين بدنا ننتقل بالموزات بدنا نعمل سلطة بتطوش بتعقد، وكضل عندي من امبارح كمان شوية رتاتوي. شو رح نعمل فيهم؟ رح كمان نخبر عنهم نحكي عنهم ونرجع كمان نشوف شو بدنا نعمل فيهم. أخذنا نظرة حلوة هلأ كمان عن البصارة أو البصارة خلينا نقول المغربية اللي كتير طيبة، اللي هي عبارة عن الفول المجروش. خلونا نشرح عنها بدقة. فول عادي طلع نشتري من أي سوبر ماركت، إن كانت هاي السوبر ماركت صغيرة أم كبيرة، يعني التاجر صغير أم كبير. شو بنعمل نحن؟ من دون ما ننقع الفول، يعني نحن مش عم نعمل فلافل، بالفلافل بدنا ننقع، بدنا ننقع الحمص، تاني نهار بدنا نجي نطحن الحمص والفول بدهم يكونوا نيين، لا، البصارة لا، بنجيب نحن من هالفول بنحطهم بالمي، بنحط معهم بصل وكزبره خضره، وشو بيصير؟ يغلوا 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 يغلوا، إذا كان شفناهم جمدوا كثير، شو بنعمل نحن؟ بنيجي بنزد لهم شوي صغيرة من المي، شايفين هلا خليني أحرركم، خليني أحرركم قدامكم طلعوا، شايفين شو عم بيصير؟ أنا بعد ما عملت لهم شيء، يعني هني قبل بحوالي نص ساعة كانوا هيك، طلعوا، قبل حوالي نص ساعة كانوا هيك، طلعوا الحبوب تبع الفول هلا صاروا هيك لانهم هني وعم ينطبقوا او عم ينسلقوا، شو عم يصير فيهم؟ عم يصيروا كريم. اللي انا رح اعمله انا هلا رح البس اول شيء الكفوف، من بعد اصلا من بعد ما حطينا الفول والمي مع البصل والكزبره غليوا مع بعضهم مزبوط، بس انا بعدين بعد شي نص ساعه شو عملت؟ اخذت مقلي على جنب حطيت فيها زيت زيتون وكمان شوي صغيره من البصل وشوي صغيره من الثوم وشوي صغيره من الكزبره بقلب المقلي، لانه لما بتقلوا انتوا البصله طعمتها بتختلف، لما بنقلي الثوم كمان لما بنقلي الكزبره مع الثوم والبصل واو الطعم الهائلي، وكبيتهم فوق هالفولات الحلوين وصار عنا اياها نوعا ما جاهزه. خلونا هلا نشوف شو بدنا نعمل، ما راح يفوت الكفوف بايدينا اليوم مبلا. يلا يا شيف شادي هون بنشيل هيك وا 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 وا. يلا هون طلعوا طلعوا كيف هلا، او بنتركها هيك، في اخواننا التونسيين البعض منهم بيتركوها هيك وانا بيني وبينكم بتركها هيك، لانه حتى لو فيها شقف صغار صغار من الفول انا ما عندي مشكله، بس خلينا نطحنها نعملها بيوريه على الاخر. اوكي المغربيه مش تونس، دوخونا اليوم اخواننا التونسيين لانهم زعلانين. اوكي يلا طلعوا هون شو صار، لايكو كيف؟ اوكي عم نعملها بيوريه شايفين، وفي كمان نعملها بطريقتين، اذا نحن كانت سخنه هي بتتاكل سخنه، هلا بتشوفوها كيف، فينا كمان اذا تركناها تبرد شو بيصير فيها؟ تجمد كثير، واذا جمدت كثير شو بيصير؟ بتصير جامده، بتصير مثل كانها حمص بطحيني. طلعوا شو حلوه هون، هيدي هي كمان بصاره هلا. وانا هلا مع احترامي لكل المطابخ بالعالم، اوكي؟ لكل المطابخ بالعالم، واولهم يمكن المطبخي انا المطبخ اللبناني، مع احترامي لكم كلكم سوا، اللي ما بيعمل طبق البصاره اليوم وبياكلها وبيقول انه اطيب الاطباق
اللي مندوقها بالعالم العربي. لا بدي هيك بيطلع وجهي على الكاميرا. من اطيب الاطباق المندوقه بالوطن العربي. هلا كلهم زعلوا ما هيك؟ عم بحكي انا عن كان عن مطبخي، يعني انا باكل ايطالي قد ما بدكم، باكل لبناني قد ما بدكم، بس عن جد هالطبق لانه طبق شعبي، طبق حلو، طبق فقير، طبق ما حقه شيء، كذب وتوم وبصل وفول ماشي. ويلا يا شيف شادي هون ولعنا تحت كمان على نار خفيفه، طلعوا هلا ها خفيفه خفيفه التينك تانك، تينك تانك بده حوالي 10 دقائق وفينا نقدم هالبصاره. طلعوا شو حلوه مع زيت الزيتون والكمون. رح احط هيدي هلا هون هيك شوي وبنرجع لها بعد شوي. عرفنا كيف بنعملها؟ بليز اعملوها اليوم، اوكي اتفقنا؟ يلا انتقل للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه بدنا نعمل هلا نحن الموزات مع الرز والفول. اي فول بدنا نستعمل؟ فينا نستعمل الفول المقشور او الفول بقشره اذا كان اخضر، اوكي من دون اي مشكله. اوكي هلا انا بقول لكم شو بدي استعمل. ليكوا هون الموزات اللي رح اعمله هلا، انه الموزات استويوا بعقده. كيف عملناهم؟ خليكم معي شوي. اول شيء خلوني انا هلا صفي الموزات، بدي صفيهم. رح صفيهم هون، طلعوا كيف بقلب وعاء. اللحمه ضلت فوق، اوكي الطنجره بدي استعملها هي زيتها، هي الطنجره لكوينا، هاي الطنجره بدي استعملها هي زيتها، رح احطها هلا هون وارجع لها بعد شوي. اما بالنسبه للموزات طلعوا رح نجيبهم كلهم سوا شوي شوي. شيف شادي ما يوقع منك شيء. رح نعمل هون شغلي، انا عندي هون صينيه، بنشيل هالموزات كلهم سوا. ليكو كمان هالمرقه اللي طلعت عندي قديش كلير، يعني قديش صافيه، اوكي بتعقد. رح نحط اول شيء، خلينا هون نحط الموزات بهالطريقه هون. رح ضيف على الموزات مي، طلعوا مي مسقعه حتى ما يغير لونهم. طلعوا كيف مي مسقعه حتى ما يغير لونهم. وهلا اللي رح اعمله رح حطهم وين؟ بقلب الفرن، ما تخاف، اوكي؟ طلع حتى حافظ على لونهم ما يغير يصير لونهم اسود، بحطهم بالفرن على حراره واطيه هن مستويين. ليش انا عملت هيك مثل ما شايفين؟ لانه بحافظ على، يعني انا بس حط على اللحمه الطالعه من النار هي وعم تغلي، بحط عليها مي مسقعه، شو بيصير؟ بتوقف الكويسون تبعيتها، يعني بيوقف توقف الطبخ تبعولها. شو بيصير فيها كمان؟ ما عاد بتسود عندي غمرتها، حطيتها بالفرن مشان هلا تسخن شوي شوي، بس يكون جاهز الرز عندي منقدمه مع الموزات. وهون تفضلوا عندنا شو؟ عندنا هالمرقه الحلوه، هيدا كفكير يا شيف شادي هون. خلينا كمان البصاره طلعوا هون شو حلوه هيك ها؟ خلينا هلا كمان متعقد صارت مثل الكريم، نوطي النار تحتها شوي وننتقل للطنجره اللي عندي اياها هون تنبلش بالرز تبعولنا. مع شو بدنا نعمل الرزات؟ مع الموزات. رزات موزات فولات. الفول اللي راح استعمله اليوم حتى ما لبك حالي كثير، اخذت شوي صغيره من الفول المجروش من البصاره اللي نحن عملناها هلا، اوكي؟ اخذتهم شوي صغيره لكم هن هون، هن عباره عن كوب، طلعوا رح استعملهم بقلب الرز، اوكي؟ كما انه بيكون احسن اضبط اجمل بس مش اطيب اذا استعملنا الفول الطازه بالموسم تبعوله. يا ماما الفول الطازه بقشره، بس هيك نقشر قرن الفول بنستعمله وبنحط لكل 2 كوب من الفول، حبوب الفول بدهم كوبين ونص تنقول من الرز. واضح؟ يلا يا شيف شادي، بالطنجره اللي عملنا فيها مين؟ الموزات سلقناهم، نجي نحن لهون عنا 1 2 3 بصل حلوين، بلشنا نحرك البصلات كلنا عم نشوف زيت زيتون بصل. هلا تحط شوي صغيره من الشبت. ما هو الشبت؟ كتار منكم بيعرفوا شو بالفرنسي اسمه الانات، بالانجليزي اسمه الدل، اوكي دي اي ال ال، والانات ا ان او تي اش، اوكي فينا كمان ندور عليها بالجوجل ونشوفها، بيعطي طعم كثير هائلي. انا عندي هون لك رح احط انا هون كمان شوي صغيره من كمان الشمره او كمان الشمره يعني الانات، وراح كمان اخذ شوي صغيره من الانات رح كمان هون حطهم على ايدي اللي هن دراي، طلعوا شو حلوين، اوكي كمان فيكم تلاقون طازه، فيكم تلاقون كمان ناشفين اذا بدكم، وسعرهم اكيد مش غالي. نجي بنحرك، طلعوا شو طلع انا عندي هلا هون، واو الريحه
واو الريحة أكيد وصلت لعندكم الريحة واو. أوكي لكن عندنا الأنات أو الشمرة واو ما معقول الريحة. أوكي عندي كمان البصل زيت الزيتون والشمرة الطازة أحسن من هيك ما في من طعميط. رحنا هلأ لهون رز من دون غسيل. ما حدا يسألني من دون غسيل صرنا حكينا مليون مرة ليش مع أنه إذا سألتونا حدا ما يحضرنا اليوم منجاوبه نحن ما في مشكلة. أوكي كوب ونص كوب ونص يا شيف شادي من الرز دغري على الزيتات دغري على البصلات ودغري على الشمرات بيعقدوا بجننوا بهالطريقة هيك. شي كمان شي دقيقة أكيد كوب ونص نحن بدنا نعمل حساب أنه كوب ونص يا شيف شادي إذا كان كل كوب من الرز بده كوبين من المي يعني ثلاث أكواب من المي لأنه كوب ونص أوكي ثلاث أكواب من المي ثلاث أكواب من المي بدنا نحطهم يعني ست كفاكير. طيب ست كفاكير اللي عندي أنا بدي أحطهم ثلاث أكواب بس أنا عندي الفول بعد ما استوى أوكي يعني خلينا نحط كباية زيادة يعني ثمان كفاكير معي؟ يلا لكن حرك هون يا شيف شادي هيك لكن ثمانية يعني أنا بدي أعمل هيك هون بدي أجي لهون هيك 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 ها ونبلش نحط ويت ايت كفاكير واحد وكمان خلينا نتذكر انه نحن هاي ثلاثة خلي هلا بالكم بس أربعة خمسة اوكي خلينا كمان نعلي النار هون خمسة وهيدي ستة وهيدي سبعة وهيدي ثمانية مزبوط الكلام. طيب ليش صار هيك؟ خلوكم معي شوي صغيرة تنجي نحن لهون معلقة إذا وسخنا ما في مشكلة أبدا. أول شغلة شفناها إنه كانوا الموزات عم يغلوا يعني المي اللي شلناها المرقة اللي شلناها هي مرقة اللحمة إذا ما عندنا مرقة لحمة بتكون مرقة خضرة أو مرقة دجاج مع اللحمة مش هالمشكلة كبيرة بس أحسن مرقة اللحمة أو مرقة الخضرة لازم تكون عم تغلي لما منضيفها نحن على الرزات حتى الرز ما يشرب كتير مي أوكي مي باردة الرزات تتغلي بيشرب كتير مي بيهلط بيخبص لا مش هيك المي عم تغلي الرز ما منغسله يلا هون جينا حركنا طلعوا كمان كيف واو وهلا يا شيف شادي او ما نطلع بريك بنحط الفولات طلعوا الفولات لكن صار عندنا الرز مع كمان الفول مع البصل مع الشبت اوكي هيدا كله هون يا سلام مع الميات او المرقه الحلوه حركنا 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 بعد ناقصني شغله مين بيحضر شو هي بعد ناقصني شغله مين بيحضر شو هي الكركم اوكي الملح حطيناه هلا بنحكي عن الملح دقيقه بس خلينا نحط الكركم اوكي او اذا اللي عنده زعفران في حط كمان من الزعفران هيدا الكركم هون وانا لما عملنا المرقه اللي فيها الموزات بقبل نحن ما نصفي يعني قبل ما نبلش بالحلقه انا حطيت ملح بقلب المرقه وفي كان فيها قرفه فيها ورق غار فيها شومر بقلبها وشمره بقلبها يعني عندنا كانت المرقه كلها طعمات بتعقد يعني ما في لزوم بقى نضيف شيء على هالرز. رز مع فول مع مرقه مع شبت مع كمان البصله مع زيت الزيتون وهلا بريك ورجعوا لي بسرعه تنعمل السلطه بالموزات وبتكون كمان الرزات صاروا جاهزين. وبنرجع سوا لحتى نتابع هلا دائما هيك اخر التفاصيل يلي من شوي كان عم بحط ورشه ملح اخيره الشيف شادي على الرزات لحتى نشوف وين صار. كيف الاوضاع؟ لا يعني هيدي رشه الملح اللي منقولها هلا كنت عم تحطها دائما لك دائما ورشه الملح بالاخر بتعطيني 10 على 10 ايه. ما في مشكله ليكي مين كان عم يحكي عني هونيك بالهداك شو اسمه هداك بعتين لك توصيات انه تونس مغرب جزائر إيه الجزائر شو قالوا؟ عراق لا عراق شو قالوا؟ ما حفظتهم كلهم شو قالوا؟ قالوا انه الشيف شادي بلاي قال الشيف شادي رح احقق لكم الامنيه ما تعملوا اوكي ليكي هون شو بلشنا؟ هون الرزات بيعقدوا بلشوا يغلوا عنا حطينا كوب ونص من الرز مع كوب واحد من الفول اللي عملنا فيه كمان البصاره نحن هون وحطيناه حطينا فيهم كمون كان في كمان بالقعر او بالكعب حطينا كمان من البصل مع الشومر
لا بردون الشمره، لانه الشومر شيء والشمره شيء. الشمره هي الانات، بليز شميه، بليز شميه الانات او الدل، اوكي، بيعطينا طعم كثير هائلي. صار عندنا هرزات الحلوين، خلونا نروح نطل لوين؟ على الموزات يلي بالفرن. مش موزات يعني موز، موزات يعني موزات اللحمه. سو ما قلنا بركة موزات اللحمه. اوكي يلا ليكو هون. شو كمان الموزات شو حلوين، طلعي لونهم بعد شو لونهم كمان، ابيض بعقد. طلع كيف انا غمرتهم بالمي وولعت الفرن. هلا هن بس صاروا خليهم بعد خمس دقائق وبشيلهم. هن شو صار فيهم هلا؟ صار فيهم انه قعدوا بالميات، بس يقعدوا بالميات ما عاد بيسودوا. اوكي هلا انا عندي هون، عندي الرتاتوي اللي عملتها انا امبارح، طلبوا مني انه يا شيف شادي بتنعمل بالصوص؟ نعم. وحطيت عليها جبنه؟ نعم. رح احطها بالفرن، رح احكي عنها شوي. اوكي هيدي بس بالاجمال كل شيء جوا مستوي يعني هلا شوي 100%. اوكي كل شيء انا بدي اقوله انا هلا بالنسبه كمان للرتاتوي اللي عملتها امبارح، قبل ما ننتقل كمان نقدم البصاره وكمان ورزات الحلوين اللي عم يغلوا بجننوا. هي رح كمان اقفف هون شوي صغيره لانه سكرناهم يا عيني. اوكي yeah. امبارح جبنا من البصل ومن الثوم، قليناهم شوي صغيره مع نتفه صغيره كمان من البقدونس، وحطينا فيهم ملح، وبعدين باذنجان مقطع. واحد اثنين ثلاثه حمرناهم مزبوط، حطيناهم بقلب صينيه فوقهم كوسه مقطع بارميزون، بصله مقطع بارميزون، بندوره مقطع بارميزون، رجع كوسه رجع فلفل حلوه خضراء بارميزون، ملح ويلا بالفرن. المتخمر وهيك مع بعضهم قدمناهم امبارح مع شرائح اللحمه وشوي صغيره من البروكولي عليهم. فضل عندي هالخضرة، شو بدي اعمل فيها؟ جبتها انا اليوم وحطيت معها بس رب البندوره وشويه مي، غليت على النار بتعقل، صارت رتاتوي حمراء. اوكي هونيك بيضه لانه ما فيها صوص، ما في صوص او من دون صوص. فينا نقدمها مع اي نوع من الخضره، والرتاتوي برجع بعيد في 100,000 وصفه رتاتوي. اكيد يعني بس تخلطوا انتم كميه من الخضره مع بعضهم، تجمعوهم مع نوع من الجبنه شو ما كان يكون، صار عندنا رتاتوي على طعمه واحد، على طعمه اثنين، على طعمه ثلاثه. انا اليوم حطيتها على طعمه اربعه مع ربع بندوره وكمان شويه تشيدر تشيز عليها لك وينها بالفرن. فرطنا اياها جاهزه. ننتقل هلا لهون بسرعه. امبارح كمان لما عملنا هالكروتونات الصغار، هلا كمان فينا نبلش نشوف الوصفات على الشاشه طبعا البصاره، وطلع كمان مين؟ الرز مع الموزات. اوكي يا سلام. اوكي مع الفول. والفول انا امبارح عملت هيدي الصوص وما جمعتها. رجاء ايه بدي منك شغله. شو؟ بالبراد من فوق في عندي صحن هذا انا عامله لقلي. فريزر او براد؟ لا براد من فوق. اوكي لا ما تروحوا مع خلوه ولا وحده، انا معي. اعطيني لون. لا انا تبع حتى ما يشوفوا السربرايز من هونيك. خلوا السربرايز ايه من فوق، من فوق. ليكي هون فوق 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 فوق. وين فوق 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 فوق؟ افتحي فوق، افتحي فوق، ما بعدني حاططها فوق 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 هون. يلا اوكي هون تن. قلت لك فوق بالفريزر. اوكي سوري سالتك اذا بالفريزر، قلت لي بالبرد. ما تاخذوها، ما تاخذوها، تاخذوها. اوكي خلص. اوكي شو عملت انا؟ جينا عملنا امبارح من الساور كريم الحلوين. اوكي وكل ساور كريم هلا حطيتهم مش دقيقتين بس شو حتى ما، لانه الحماوه تبع كمان الموجوده بالاستديو شو بتعمل؟ بتخليهم يدوبوا. الساور كريم خلطتها مع الكافيار الاسود وكافيار الاحمر. خبيهم ايه خبيهم ايه لا بالعكس حاطين هونيك قطعين. اوكي يلا عملت لهم كمان صوص اللي هي عباره عن المطارد مع الحامض مع حته زيت الزيتون لك وينها هون. بس هلا شو بدي اعمل انا بالصوص؟ كان فيني احطهم عليهم مع الصموم في مين امبارح بس ما حملنا، لانه تركتهم لليوم الصوصات. ليش؟ لان انا امبارح قلت على الهواء انا بس الصومو تشتري بحب اكله من دون صوص. هيك بحب ايه؟ انه بحب ما بخلي الطعم التاني تضربه، لانه عنده طعمه قويه. رشه هيك الصوص علمتهم عليها بس ما حطيتها. رشه حامض اطيب. اوكي فيك تكتب ب 100 مانيير، بس انا شخصيا يعني بحب انا اخذ هالصومو هيك. ايه بس ايه يعني. هلا صوص المطارد طلع براسي شغله تعمل اليوم مع الموزات. اعمل شو؟ اعمل سلاد متعقد. ليكي شو السلاد؟ خليكي معي. بطاطا مع كمان هالموتارد مع زيت الزيتون ومع كمان الحامض، جبنه اذا عندنا، بصل. طلعي البصلات، طلعي ما تعطلوا هم ابدا البصلات. اوكي وطلعوا كمان الكبيسات الحلوين. وهلا بس عمرك ما خلصنا، خلينا هلا بس نزيح لهيك ونروح نجيب الموزات. شو رايك؟ بدك تشيلهم خلص؟ يلا الموزات صاروا جاهزين نحن عنا. والرتاتوي؟ والرتاتوي بعد ثواني بنشيلها كمان. اوكي ليكو 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 الموزات خلوهم قدامكم قدامكم، بدي قدامكم 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 تبينوا. يا سلام انتبهوا 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 انتبهوا. اوكي على القد على القد بيعقدوا. شو بعمل انا هلا؟ باخذ من هون بس ملقط زغرور. ليكي كيف؟ انا عارفين هم الرزات، انت مش عتلان همهم؟ لا ابدا مش عتلان همهم. واحد
طلع كيف 2 3 رح نشيل هودي الموزات لنعمل منه شو؟ سلاد. هودي اذا بقيوا عندنا ليكن ما شو حلوين مقطعين ولا لا؟ انت بتقولي بعد شيل شوي؟ شيل ليكن شو حلوين ولو منيح هيك؟ انت كريم ونحن بنستاهل. طلع شو بدنا نعمل؟ ليك 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 شو اسمه؟ كيف عم تفت اللحمه؟ شايفه كيف؟ واو يا شيف شادي كيف عم تفت اللحمه؟ واو هيدي اللحمه المسلوقه كثير طيبه بالسلادات. يس يلا يا شيف شادي وين؟ وين؟ هونيك هون سوري شيلنا هيدي هون وهون حطيناهم. يلا هلا بدنا منك ملعقتين كبار حلوين طلعوا كيف؟ فنبلش نخلط هالبصل هالبطاطا هالكبيس هاللحمه مع كمان الموتارد وبعد شوي صغيره رح كمان لا لا نعمل هون برافو عليك هيك ليكو شو بدنا نعمل هلا؟ طلعوا هالخلطه الحلوه طلعوا هالخلطه الحلوه طلعوا هالخلطه الحلوه وينك يا غادة؟ هون كمان وين اللحمه؟ وينك يا غادة؟ طلع يا غادة طلع طلعي طلع يا سهل هلا بتشوفي شو وضعها اوكي طلعوا شفتوا كيف؟ هيدي الخلطه اللي بتعقد اللي بتجنن هلا شو بدي اعمل انا؟ روكا هون بالقعر بنحط السلاد كلها منك بالقعر طلعوا كيف؟ هون طلعتي كمان جمال للطبق وبنرجع كمان من فوق طلع كمان روكا يا شيف شادي مشان نعطي كمان الجمال بعد اجمل واجمل بناخذ كم وحده من البطاطا هيك على الراس من فوق والكبيسات تضلوا عندنا كمان بعقدوا بجنن اوه ما بدي اقول غير هيك بليز قدموا واعملوها هيدي السلاد بتعقد بتجنن هيدي السلاد مع البطاطا ومع الموزات اللي بقيوا معي؟ معي هلا بدنا بس بسرعه نشيل الصينيه الراتاتوي من الفرن اوكي قد ما نبلش يا سلام على الراتاتوي مع شو؟ مع جبنة التشيدر طلع عظيم كيف الجمال؟ هلا انا بفضلها هيك عن اللي عملتها امبارح انا ولا هيدا ايه بس فيك تعملي هيك وفيك تعملي هيك لك وين حطيناها هلا ننتقل لهون يا سلام على الرزات خلينا نشوفهم بس الرزات شوي انا قعدت ايه تمركزت بس خلينا نشوف خلينا نشوف طلعوا خلينا بس نشوف مين احبينا طلعوا الجمال وهيدا الرز البسمتي هون نرجع بنسكر عليها شيف شادي هلا هيك وبنرجع له بعد شوي يلا البصاره طلعي هيدي البصاره هون طلعي فيها صارت عنا اياها كريم بتجنن بدنا نبلش كمان نقدمها وهون انا عندي هالكفكير يا شيف شادي وين راح الكفكير هون الكفكير واحد كيف تتقدم بالمطاعم او بالبيت بناخذ بهالطريقه طلعي شوي صغيري هون شايفه كيف حط عليها شوي صغيري بتتاكل سخنه سخنه يعني. وكمان اذا بدنا بارده هيدا اول أوكي. طبق لمين لا محمد ولو طيب ليديز فيرست لا طب ليديز فيرست اوكي لا غادة الطبق الثاني طلع يا غادة شو طيبه لازم تعمليها بالبيت كمون على وجهك وزيت زيتون على وجهك ويلا على البصاره البصاره ب 2000 2000 بمعنى انه طلع يا شو حلوه كثير طيبه رح بعد اسكب اثنين معلي خلوني اسكبها لانه مبسوط فيها كمان اليوم اوكي بهالطريقه كمان الحلوه هيك كمون زيت زيتون شيف شادي بيقدموها هيك يعني بهالطريقه بنفس هول الاطباق هيك بجيبوا الخبز باطباق فخار وهيك عنده كمان مثل مقال الفخار تمسكين بايدك عرفتيهم هودي بضلوا كمان لانه بخلوا الطبق سخن لمده طويله طلع شو عم بيصير هذا كمان اخر طبق او بعد فيها لما نقحطهم بالخبزات اللي عندنا الكمونات الحلوين يا شيف شادي وزيت الزيتون وبمتخيل حالي هلا انا قاعد بالمغرب عم اقدم كمان بصاره لا كمان الاشخاص الموجودين ليك شو حلو بجننوا عظيم بيعقد بجنن لا مالك شو ما خلصنا وين رايحين لا انا ماشي يلا الرزات يا عين بهيدي الحاله الرزات انا بطفي تحتهم يعني انا دائما بقول بس يكون الرز بضل فيه شو بضل فيه الحياه معناتها المي بنخليه شوي صغيره مثل العادي انا بقول مشان يرجع يجمع على بعضه فينا نقدمه هيك يعني فينا نقدمه هو في شويه مي وفينا كمان ما يكون في بالخبز انا رح اقدمه لانه ما عندنا وقت اللي رح اعمله انا هو التالي انه انا رح اجيب هلا ملعقه بتعقد بتجنن رح اطلع انا بهالطريقه مع الفول طلع الرزات الحلوين رح اعمل هيك واحد اثنين وراح اعمل تيتو رح اقدم كمان طبق شعبي كمان من الرزات رح نروح نحن هون على مين على الموزات الحلوين طلعي شو حلوين الموزات لكن كمان البصلة اللي عم نشوفها قدامنا ما تتخيل قديه حلوة اللي بقلبها بعد فيها الهيلات يعني حب الهيل بهالطريقة كمان يلي بتعقد طلع كمان هون اللحمة اوكي
وهيدا هو الطبق تبعونا. اي سوري سوري سوري، وطلع اطلع 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 الرزات بليز. وهيدا اخر زيت عشان يلمعوا وبيعطوا طعمه بتعقد. يا ملعون والطبق هون كمان النصاني الرز انا بتقدم كمان بهالطريقه. رح كمان نقدم نحن هالفول مع الرز مع الموزات على الطريقه البيتوتيه بالاخر، يعني هول كمان بس نقعد كلنا مع بعضنا، بتعرف هيك نقعد على الارض وبيكون عندنا هالاطباق كلهم قدامنا. طلعي شو عم بيصير، هودي كلهم سوا حتى اذا حطينا القرفه. وليكي حبه شو؟ هي شو هي؟ شو الطيب؟ شو الطيب حطيتها كان بقلبها؟ 100% حتى يغلوا مع بعضهم كله كله كله. ما عرفت معلش ايه؟ هلا اوكي جوز الطيب غدا. شرفنا. اوكي طلعي شو حلوين هيك؟ شفتي كمان برجع بعيد زيت الزيتون. عظيم. ولا بيعقدوا وانا هون برجع بحطهم بالنص وبعد ما قصنا السلاد بس تنجمع السلاد وهيدي السلاد هون بقلب الطبق هيدا كله. مع السلطه والبطاطا والخردل ولحمه الموزات بطريقه كمان كثير حلوه، اوكي؟ طلع اول شيء شو بدنا نعمل هلا هون؟ في محل هيدا شو بدنا نعمل؟ ما هون خليك حامله. انت عم بتقول لهم باي. طيب بس هلا بدي اقول شغله، بدي اقول شغله، كيف عملنا بس بصارة؟ بس اخر شغله بدي امشي انا خلص. يلا قول. يلا انت قولي. لا انا ما فيني اقول. شو طيب اوكي 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 رح نقول رح نقول. جبنا كبيتين نحن من الفول المجروش، جينا حطيناهم وين؟ مع اكثر من 6 كبيات من المي مع بصله مقطعه بتعقد بتجنن، حطيناها بقلبهم وحصين 3 من التوم. بلوم 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 شي ساعة ونص من الساعة 10 يا غدا عم يغلوا بلوم 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 او 10 ونص، صرنا هلا يا معلمتي قبل ما يستوي بشوي صغير يضلوا هيك حبوب صغار. شو عملت انا؟ جبت مقلي زيت زيتون بقلبها، بصل، توم وكزبره ودلقتهم فوقهم، ضلوا عم يغلوا، طحناهم بعدين، حطينا الملح والفلفل كمان مع بعضهم، وجينا شو عملناهم؟ صاروا هيك بعقدوا بجننوا، قدمناهم مع الكمون بجننوا وزيت الزيتون. يعني انا اليوم اذا ما حدا بيجي بيعملها اليوم للبصاره وبيصور لي اياها اليوم للبصاره وبيحط لنا اياها على الفيسبوك اليوم وبكره رح اكون زعلان من اهالي تونس، لانه زعلانين مني، انا رح ازعل منهم اذا ما عملوها. هلا بتونس هلا اهين شيء بهالتكي بحطوا لك هلا 50 صوره. خلص اسبوع تونسي بامتياز، شكرا كثير لكم، نرجع لعند غدا ومننا كمان على صباح ميرسي لك غدا، كانت حلقه كثير حلوه ميرسي كثير هيدي، لانه اليوم بلشناها بسعاده ونهيناها ميرسي بسعاده كمان. ايه هيك لهون. ان شاء الله بكره بنشوفكم بعالم صباح جديد ابتداء من الساعه 10.